طبعا هناك اتفاقيتين بين الإقليم والحكومة المركزية. الاتفاق الأول كان بين جميع الأحزاب الكردية والسنية والشيعية قبل تشكيل الحكومة، وهذه الاتفاقية هي البناء للحكومة الجديدة. وأخيرا بعدما توقف النفط بإرسال نفط إقليم كردستان، دخلت حكومة إقليم مع حكومة المركز بنقاشات طويلة أشهر إلى أن وصلوا إلى اتفاق يرضي الجميع، وهذا الاتفاق مؤقت إلى أن يصدر قانون الغاز والنفط كبداية جيدة لهذه الخطوة. وكذلك دخلوا في المفاوضات مع وزارة المالية بشؤون الميزانية التي وافق الجميع عليها، ووافق عليها مجلس الوزراء وأرسلت إلى البرلمان لتصديقها. ولكن اللجنة المالية تدخلت في قضايا ليس من حقها، مثلا لا يجوز حقهم أنه في كما يقول الدستور لهم الحق في المناقلة، وليس لهم حق في فرض شروط تعديل البرامج الحكومي المقدم. هذا ما نشب أثر على نشوب هذا، خلنا نقول الخلاف بين الطرفين، واجدادت حدة الكلام. هناك من يعمل ضد مصلحة الشعب العراقي. كلما يصير تقارب بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم، هناك من يدخل على الخط ويحاول أنه يحاول أنه يهدم هذا التقارب لمصلحته. نعم.